عثمان عاشق اللي معروف بمستر كريزي عيط ليا وقال لي بغيتك تحضر معايا في هذا المهرجان ديال جوهرة. عجبني الحال قلت ليه صافي وبقيت كنبريباري انا واحد يومين باش نحضر معاه وجينا نشوفوا جمهور جديده. سبب النجاح ديالو واقيلا هي ديك البساطه في الكلمات وكتبتو انايا الوقت اللي كنكون كاعي انا تنكتب شي حاجه خارجه من القلب بحال الاغاني ديالو تيصدقوا النهار تنريح مع راسي وتنكتب داكشي اللي تنحس به تيصدق وربما هذا هو من التياتر اللي ريحت وكتبته من القلب زعما. الالبوم غيتلاه ديزيكستري في كل نهار 27 غادي يتلاه كليب. حنا دابا نحاول نصورو بزاف ونحطو باش ما يغلبش علينا الوقت. كل نهار 27 غنلوحو كليب بغينا نلوحو بحكا باش كل اغنيه تاخذ الحق ديالها زعما في الوقت ديالها وداكشي. سبب التغيير هو ان الانسان ما حدو تيكبر وتيعرف الاغلاط ديالو. والسبب الرئيسي عاوتاني حيت تزوجت ولات عندي بنيه اللي كلشي عارفها وئام وهاد البنيه غتكبر غادا تسولك على بزاف الحوايج. دونك انا بديت كنفيتي قبل ما تعيق هي قبل ما تكبر قبل ما دير 5 سنين ولا 6 سنين تولي تعرف انا بديت كنفيتي كاع بيان سور ديال دابا صراحه انا تنحس براسي مرتاح ما تنوصل حتى شي ميساج اللي يقدر يضر الناس راه تحط راسك على مسند وانت مرتاح. لا كولتور الكلاش هي خارجه من الراب وربما فاش شافوا ان البيف ولا الكلاش في الراب ناجح فهمتي ولا تيدار في كل شيء يعني تيدار في التمثيل تيدار هو خص يكون واحد الكلاش اللي اي منافسه فهمتي يكون داك الشيء زويون. ما نكذبش عليك كل واحد وكاين اللي كيتعصبوا شي حاجه وتيخرج يديها راه كاين اللي تيخرج هو غير باش يركب على شي موجه دايزه ولا شي حاجه ومن الاحسن بنادم يتضرك فهمتي. لا بنتي بان بشي بروجي ولا بان بشي حاجه زوينه ولا بان بشي حاجه بدعتيها ولا شي فن درتي اما باش تبان على شي حاجه خاويه ما كاينلاش فهمتي. هادشي اللي كاين. رساله اخيره هو كنشكر الجمهور لحقاش واخا بدلت السيل بدلت الاغاني ديالي بقاو معايا فهمتي وتزادوا كثر كاع داكشي على اللي كان وكنقول لهم شكرا شكرا وخفافيش.